أرحبوا بالضيوف الكرام في هذا اللقاء الماتع بإذن الله في ليلة من ليالي الخير من ليالي رمضان، حيث النفحات الربانية والهمسات القرآنية في شهر عظيم ينتظره الناس من عام لعام، شهر تشرفت به الأرض بخبر السماء، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نستقبل هذه الأيام هذا الشهر الكريم، وهو كريم بما أودعه الله عز وجل فيه، فإن الله سبحانه وتعالى وصف الكتاب بأنه كريم والرسول بأنه كريم، وكذلك شهر رمضان ضيف على العباد، يرد إليهم ويفد عليهم، ورمضان مزرعة، مزرعة للعباد، مزرعة للعباد ولتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعادي، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. موظف يقصر في وظيفته بدعوى أنه صائم، لزوج يتطاول على زوجته ويسيء إليها بدعوى أنه صائم، وغير ذلك من مما نراه في من بعض الناس في رمضان. فالواجب على الموظف أن يقوم بواجبه، وكذلك الزوج أن يحفظ حقوق الزوجة ويشكر ويثني على جهودها في هذا الشهر، وقدوتنا في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. حضرنا اليوم مبادرة جميلة، محاضرة للشيخ حبيب، كان يوضح فيها بعض الأمور اللي تخص الشهر الكريم شهر رمضان، وبين لنا الأمور الفقهية اللي فيه، وبين لنا سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والأمور التي حث عليها النبي وعلمها للصحابة، وبين لنا بعض مواقف الصحابة في هذا الشهر الكريم. جزاه الله خير الشيخ بتقديم الدكتور محمود آدم، جزاه الله خير كذلك. الحقيقة الليلة ارتحنا بحضور الشيخ، وجزاكم الله خير على ما تفضل به هذه الليلة. الحقيقة سعدنا بهذا اليوم المبارك في رمضان الكريم بحضور محاضرة الدكتور حبيب النامليدي وتقديم الأستاذ الدكتور محمود آدم، وكان محاضرة جدا جميلة، قدم فيها مجموعة من النصائح للمسلم، ونتمنى أن يعم نفع المحاضرة، ونتمنى أيضا أن الجمهور استفاد من هذا الطرح الجميل العميق